السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب بالله، موضوع هذه الحلقة عن أصول تفسير الأحلام من الكتاب والسنة. موضوع هذه الحلقة أحبابي بالله عن من رأى سورة الفاتحة في المنام وما معناها وتعبيرها. أحباب بالله، سورة الفاتحة تعادل نصف القرآن بالأجر، يعني من قرأها مرتين في ليلة كأنه ختم القرآن، يأخذ أجر ختم القرآن. وسورة الفاتحة هي السبع المثاني وفاتحة الخير، يعني لا تجوز الصلاة بدونها، وفيها آيات وهي أم الكتاب، لأنه أول سورة في القرآن الكريم وفيها كلها أعظم الدعاء. فمن رأى في المنام سورة الفاتحة فتح الله له أبواب الدنيا وأبواب الآخرة، يعني كل أبواب خير في الدنيا وكل أبواب خير في الآخرة، وكان مستجاب الدعوة، ولن يضره الشيطان ولا القرين ولا الوسواس، وكان من الحامدين العابدين الذين يستعينون بالصبر، أي كان من الصابرين، وسوف يوفى أجره بغير حساب، وكان من المصلين الذين هم في صلاتهم خاشعون ومحافظون، وهداه الله إلى الصراط المستقيم، وحشر الله مع الأنبياء والشهداء والصديقين، وكان من الذين أنعم الله عليهم وأبعده الله عن الطريق المغضوب عليهم، يعني لن يكون مغضوب عليه من الله ولا الضالين، وزاد الله له بالرزق وأتاه كل ما سأل، يعني كل ما سأل الله به ورزقه الله البنات والبنين. السبع المثاني القرآن الكريم الفاتحة تفتح لك أبواب الخير جميعا، وغير هيك ستكون له نورا في قبره وشفيعة له يوم القيامة. أما من رأى آية يعني رأى نفسه يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في المنام، فإنه سيكون بإذن الله كل عمله لله سبحانه وتعالى، ويكون مخلصا لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لن يدخله النار ولن يعذبه في الدنيا، لأنها بسم الله الرحمن الرحيم، فيها رحمة من الله سبحانه وتعالى. ومن قرأ الحمد لله رب العالمين راح يكون من الحامدين. وإحنا بالصلاة لما نقوم من عند الركوع نقول سمع الله لمن حمده، يعني الله سبحانه وتعالى سيسمع دعاءه، لأنه إيش؟ الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم من قرأها معناته الله سبحانه وتعالى راحمه ولن يعذبه في الدنيا ولا في الآخرة. مالك يوم الدين من قرأها فإنه مخلصا لعبادة الله، لأنه مالك يوم الدين الله الواحد القهار، يعني لا يؤمن إلا بالله سبحانه وتعالى الإيمان المطلق الذي ليس به ذرة من الشك أو الشرك. إذا قرأ إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد يعني فهو عبد لله مخلص ومستجاب الدعاء، لأن العبادة نوعان، هي الطاعة وإيش والدعاء. الدعاء نوع من العبادة، إذا الواحد تكبر على الدعاء فهو متكبر على عبادة الله. إذا من قرأ إياك نعبد يعني معناته هذا الإنسان يطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويدعو الله دائما، وهو إيش كما قلت لكم بإذن الله مستجاب الدعوة. وإياك نستعين، الله سبحانه وتعالى يقول استعينوا بالصبر والصلاة، يعني هذا الإنسان راح يكون إيش محافظ على صلواته وصابرا على ابتلاء الله له، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، هذا الإنسان راح يكون الله سبحانه وتعالى يجعله على الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. إذا قرأها فسيحشر ويكون عمله في الدنيا
ويحشر مع الأنبياء والصديقين والشهداء صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم لن يكون من الذين يغضب الله عليهم أبدا. ومن اللي الله غضب عليه هو القتل، يعني هذا الإنسان لن يقتل في حياته إنسان. واللي غضب عليهم هذول أهل السحر الذين يعملوا السحر والمنافقين، يعني راح يكون قلبه صافي لله سبحانه وتعالى، ما في ذرة ولا في مرض في قلبه من الكذب، راح يكون صادق ولا يخون الأمانة، وإذا أوعد لن يخلف. كذلك ولا الضالين، يعني هم ليش لن يأخذ طريق الضلال أبدا. اللهم من رآها في المنام هاي فهي بشرى عظمى له، هنيئا له هنيئا له. اللهم اجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. استغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.